لأقطعن بمعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني، ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني. معك الله يسلمك شيخ عبد الكريم. معك الله يسلمك. بيض الله وجهك شيخنا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. معك ابنك وتلميذك عبد الرحمن حسن من بريطانيا. الله يحييك يا عبد الرحمن. شيخنا أشهد الله أنني أحبك في الله. حبك الله يحييك. شيخنا قبل أيام، قبل أصابيع، قبل أسابيع كنت أتكلم عن صفات الخوارج وما يعرف بهم، فذكرت يا شيخنا أن الخوارج هم أهل الصلاة والعبادة، واستشهدت. صوتي واضح؟ نعم نعم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم من صلاتي. فذكرت ذلك يا شيخنا أنهم أهل الصلاة وأهل العبادة، وزدت في ذلك أنني قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وعباداتهم، مع أنهم ليس لهم معرفة بنصوص الوحيين وهم أهل الضلال، لكني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم لصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وطاعاتهم، فهل هذا صحيح يا شيخنا؟ اسمع يا أخي اسمع، لا يلزم من كثرة صلاتهم وصيامهم أن يكونوا على هدى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون صلاتكم منذ صلاتهم، يعني يكثرون الصلاة وقد يطيلونها وقد يكثرون الصيام، لكن ليسوا على هدى. صحيح صحيح صحيح، ولكن هل إن قلت، وأنا طالب صغير، إن قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم لصلاتهم مع أنهم أهل الضلال لا شك ولا ريب، هم كلاب النار، لكن استعمال كلمة المدح، ما يلزم أن يكون، شوف يا أخي، ما يلزم أن تكون كثرة صلاتهم وإطالة صلاتهم وصيامهم أن يكونوا على هدى، قد يكونوا على غير منهج، وهو هذا هو الواقع، لأن كثرة الصلاة والصيام إن لم تكن محققة للشرطين الإخلاص والمتابعة ما لها قيمة. صحيح. أي نعم. ولذلك استعمال كلمة المدح هي غير لائقة في الموضع. المدح للظاهر، أما الباطن الله أعلم. في الظاهر ممدوح في الصلاة؟ فالظاهر يقول تحقرون صلاتكم عند صلاتي، يكون هذا قد يكون هذا من جهة طول الصلاة وكثرة الصلاة وكثرة القراءة والصيام والعبادة، لكن لا بد من تحقق الشرطين الإخلاص والمتابعة، وهذا لا يوجد فيهم لا إخلاص لمخالفتهم النص وتركهم لنصوص كثيرة التي ترد عليهم، وأيضا المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام مع المذموم بكونه شر الخليقة، لا يمكن أن يكون متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك لأنني شيخنا أنا ألقيت درسا وذكرت كلمة المدح فعابوا علي بعض الإخوة، فأنا أردت أن إن كان فيه استعمال كلمة المدح إن كان فيه خطأ أن أتراجع علنا إن شاء الله تعالى، هذا الذي أريده. الرسول حينما قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، من صلاة وقراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا ذنب ما يشبه المدح في أسلوب العربية، ذنب ما يشبه المدح. صحيح صح، والمدح بما يشبه الذنب. صحيح. ولا عيب فيهم غير أن سلوكهم بهن فلول من قراء الكتائب، وجعله ذنبه بحقيقة المدح. صحيح صحيح. فماذا تنصحني أخيرا يا شيخنا؟ فهل أتراجع و قل لهم مدح الظاهر لا يعني موافقة الباطن والإصابة فيه، أن يكون محقر صلاة ما عنده صلاة
بطولها وقد يكون ظهار الخشوع فيها وهم بعيدون كل البعد قلوبهم خاوية. الله العافية.